as a two-year pilot project funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and implemented by Oxfam's Middle East Gender Justice Program and Oxfam's partners in the region. These are CFUWI and Abaad in Lebanon, WEO in Iraq, and ARDD Legal Aid in Jordan. For Lana, Oxfam is working with partners to mobilize communities to have better perceptions on women's political participation and gender equality. We do this through working with a network of change makers. These change agents are provided with tools and messages and resources to spread knowledge in their communities about gender equality in a snowball effect, reaching out to more and more members of the community and recruiting other change makers like them to do the same. Oxfam also brings together these change makers and their allies, which may be members of the press, they may be university staff, they may be private sector even, to advocate for women's political participation in the Middle East as well. لطالما كنت أسأل حالي من وين ببلش التغيير. كان عندي تجربة إنه التغيير فينا نسقطه من فوق, يعني لما نشتغل على القرارات والقوانين والسياسات ونشتغل مع صناع التغيير, بس بوضع مثل لبنان يمكن أثبت هذا الشيء إنه تحدي كبير, خصوصا بالقضايا اللي لها علاقة بحق النساء بالجنسية وحق النساء بصنع القرار. هالمشروع إجا ليقول إنه في طريقة تانية يمكن نغير, إنه لما نبلش عن الأرض, لما نبلش نشتغل مع الناس على مفاهيم ومواقف واتجاهات, كيف ممكن مجموعة أشخاص يتبنوها, هالمجموعة يصير بحد ذاتهم هن مجتمع صغير, ومجتمع صغير بالتالي يأثر ويصير قادر يعمل أثر على مجتمع أكبر, وبالتالي على وطن, بالتالي على قرارات وعلى مواقف. This project puts together in order to increase women's political participation, puts together change makers who come from the community, alliances who are CBOs, organizations, municipality, universities, and the Epics Forum, who is a platform of activists or associations and organizations advocating for women's rights and gender equality in Jordan. So all this together creates a wave of change. We're very glad that the community is very open to the project and taking the area of the project. We have the second area of the project, which depends on the gender equality, and we are aiming to raise people's awareness about gender in general in the community. And people are very open when we talk about the gender balance and how we want female and male have the same rights that they are practicing in the community. هلا ضابط صناع التغيير هو اللي بقوم على إشراف بتجهيز المواد والإشراف على المواد التدريبية اللي بيتم تقديمها لصناع التغيير. هلا إحنا بنعطيهم ثلاث تدريبات عن الحشد المجتمعي, الجندر والاستراتيجية. بكون أنا مشرفة على تجهيز المواد التدريبية, كمان بحضر هاي التدريبات, بشوف شو في كان ملاحظات في هاي التدريبات عشان نتجاوزها في المرات الجاي ونكون موفرين البيئة المناسبة لتمكين صناع التغيير وزيادة مفاهيمهم. منسق بمشروع لنا لبنان, بس مش هيك بلشت مع مشروع لنا. كنت قبل صانع تغيير, تم استقطابي بورشة تدريبية وبعد منها صار في تدريب عن المشروع. كصناع تغيير بمشروع لنا كان عنا الفرصة كل شخص فينا يكون عنده مشروع اللي بيشوف انه في غير فيه بالمجتمع. مشروعي كان انه نوعي الصبايا بالاحزاب اللبنانيه, انه هي تكون عم بتفوت التغيير باحزابها فتضغط على البرلمانيين تحتلي غير القوانين. بعدين قدرت تشوف إن مع مشروع لنا انه مش بس القوانين هي اللي بتوقف بوجه المراه, في عادات المجتمع كمان بيوقف بوجه المراه. من الاشياء اللي شفتها لمستها انه عندنا بالبلديه في صبيه ترشحت على البلديه وكانت مؤهله انها توصل, بس عائلة وقفت بوجهها بحجة انه بطل عندنا زلم بالعائلة. هذا الشيء مثل لمسنا, خلاني غير جواتي, يعني مش بس غير المجتمع, لانه برايي اللي اكتشفته بعدين انه هذا المجتمع هو افراد مثلي, اذا كل واحد فينا غير حاله بيتغير المجتمع. من الاشياء اللي صارت معي شخصيا انه اختي كان لازم تسافر على مصر تكفي دكتوراه, كنت معارض الفكرة بالاول, بس بعدين كم كيف في يقول عن حالي صانع تغيير اذا بدي اوقف بوجه اختي, بوجه طموحات اختي. فدعمت اختي لانه اقتنعت انه هي مثلي وفيها تطلع, فيها تلحق طموحها, ولازم كل واحد فينا يدعم اي صبيه عنده طموح. اول شيء
كنت ذكوري بحت، ما كان عندي أي مرحلة إنه فيها الأنثى ممكن يكون لها مكان. ابتداء من قهر خواتي، يعني كنت أنا كثير متصدق خواتي، وكان اللي عزز هذا الإشي إن أنا كنت وحيد ومدلل والبكر، وأي إشي بدي إياه كان ينعمل إلي. بعد شوي من خلال الفترات اللي كنت بعيشها، ولا والمشكلة حتى خواتي ما كانوا يعارضوا، يعني أي نعم كان في شوية حزن منهم، لكن ما كان الحزن تجاهي. على صعيد الشخصي صار في ترمز ومفاهيم جديدة بالنسبة إلي، يعني مثلا في كلمات كنا نستعملها بشكل ما ننتبه، يعني ما ننتبه لها، فلفتت لي نظري لهي المواضيع. على الصعيد الاجتماعي أول شيء زادت المعارف اللي موجودة عندي بطبيعة الحال. اثنين، صرت أعرف شوي بطبيعة المجتمع بحد ذاته، إنه في قصص كانت تصير إنه ما كنت فكر إنه إف معقولة هيدي موجودة بالمجتمع عنا. نعم من نعم جزنك سعيدة لس بيشخر من البروجي لنا بمعوي صاليك وهشت مانغا سودي زور من البروجي وركت يك لو سودان أبو كفير بموزانيم هيدي عواز يكني لبيني جنو بياو تنها دي عوازي رقزيو هندك بابتي خاص بأفرتوكو منعبون باقي اشتاكاني ديكا همو يكساني لورقرتيني ماف لدرتون من لمال لدعباش كرديني همو حيات من لجيان او سودي كلا بروجي لنا ورم قرت توانيم للخوم تطبيقي بكم و يعني بوا دس بيش خرجي زور باش بو من كلنا وخيزانا كم بلاي بكم او انت يبكينم كمنو براكم هيد زيوازي مانية لدرتون من لورقرتيني بروانا ما من لإيش كردن من لدروان وام و پروژه لنا وایل من کرد که باور چیز زور تا بخوام دروز بکم و در بتم لما کار بدوزم و دیگه لوی که من برنامه دیپلم من بدست نابو بلان سیقم بخوام نبود در بتم ایش بدوزم و یعنی کار بکم بو برنامه خوام حالم دا یعنی پروژه لنا بود دست پیش خره چیز زور باش لو من حالم دا و کارم دوزیوا استا بر پرسی رخ خراوی کم لنا و گرکی چی شعبی که او گرکا تواکو ملاتیا تواكم ملاتي بمعنى أودي كدرتوني أفرد زحمتها درتوني أفرد محالة استوى وام كدوب معاي صالكة برفسي أورك خراوم أوانش تذا جينم أفكر كلنا نعورم قد بيجين ما أوانش كأوانش أفرد ما في درتوني عن هي ما في ورقتني بروانا ما عن هي ما في إيش كدني عن هي وتواني تشم زور زور قران كاري لناكم ملقي خوم لعائلة خومو أو كساني كلا بندستي منن وربكرم كتشينج ميكر علي أن زيادة التوعية عند الشباب عن مواضيع حقوق المرأة وخصيصا بمواقع المرأة بمواقع صنع القرار. فلي نحن بنعمل كذا مشروع، كل تشينج ميكر عنده مشروع مفروض يشتغل عليه ليزيد ليساعد بزيادة مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار. أنا علي أني أهدف طلاب الجامعات أني أحكيهم وأني زيد الوعي والثقافة تبعيتهم عن هذا الموضوع بالذات. حسيت حالي انه انا صار عندي ثقة بالنفس اكتر، صرت بقدر اخذ قرارات بشكل اقوى وصارت عندي فعالية بالمجتمع اكتر مما كان عندي قبل. انا ضد فكرة انه صانع التغيير اذا حكى عن التغيير ممكن يأثر. التغيير اول اشي لازم يشوفه فيه، بعد هيك لازم يشوفه بالاخر، بعد هيك لازم يحس فيه ويشعر فيه، بعد هيك بنعكس عليه. يعني انا اذكر هلأ انا اول اشي معلمة زي ما حكيت لك، كوني معلمة عم بعمل بعض المشاريع بتأثر على طلابي، طلابي صاروا عم بيشاركوا معي ببعض هاي المشاريع ضمن مشروع لنا، صاروا عم بيشاركوا معي ضمن المبادرات داخل المدرسة وخارجها، صارت شخصياتهم عم تتغير بناء على هذا الشيء. لكن مش أنا رحت وحكيت له اتغير فهو نتيجة لذلك اتغير، هو شاف انعكاس هذا الشيء علي، عكس شخصيتي عكست عليه بطريقة أو بأخرى، الطاقة الإيجابية اللي جواتي راحت لإله، بعد هيك هو عاش التغيير وصار بده يصير صانع تغيير. التغيير دائما إشي جميل وإشي إيجابي في المجتمع، فلما يكون الواحد صانع تغيير هاي فرصة كثير رائعة إله حتى يحط كل إشي شايفه سلبي يحاول يغيره لإشي إيجابي. فإنك تكون صانع تغيير وتعطيك فرصة لإنك تغير، هذا إشي كثير رائع في المجتمع. هذه المشروع بدأنا من القاعدة أو بدأنا من التحت لكي هم يكونوا جزء من هذا التغيير، جزء من change maker، ويكونون جزء من هذا المشروع الموسع من خلال
الأسرة وخلال الوسط الثقافي في الجامعة وحتى المستوى التعليمي. احنا مشروعنا نعطي القوة ونعطي الأدوات للنساء عشان يكونوا فاعلات ومؤثرات ومغيرات في مجتمعاتهم بشكل إيجابي، وهذا نفس الهدف الموجود في مشروع لنا، انه اعطاء الفئات المهمشة واللي ما إلها صوت يكونوا أشخاص فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم. زي ما بنعرف انه الإعلام مؤثر فاعل وكبير في تهميش بعض القضايا وإعلاءها والتركيز عليها. ولفترة طويلة بالأردن ويمكن مناطق عربية أخرى ومن العالم أنه استخدم الإعلام لتهميش النساء أو مناقشة قضاياهم بشكل سطحي وبعيد عن الجوهر الحقيقي لحقوقهم ومشاركتهم في المجتمع. في المرحلة الأولى قمنا بدمج المشروع لنا بتفعيل المشاركة المرأة السياسية مع قرار 13-25، حيث كانت الخطة الوطنية للعراق قد صدرت وحول قرار 13-25، وأهم نقطة في هذه القرار كانت تشجيع المرأة في المشاركة السياسية لحل النزاعات في السلم والأمن. والمرحلة الثانية احنا قمنا بمشروع داخل الكامبات المرحلين في كورغوسك، وقمنا بتشجيع النساء للمشاركة في مجالس الكامب، فحيث قامت المشروع لنا بتشجيع النساء في مشاركتهم في الانتخابات في مجالس الكامب وزيادة نسبهم للحصول على مقاعد في مجالس الكامب وكيفية تعليمهم وكيفية تشجيعهم للمطالبة بحقوقهم من خلال ممثلاتهم.